والإيمان بحوض رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض. إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع وكثير. انتهى. وأقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم كما بين صنعاء وأيلة. أباريكه صنعاء اليوم وأيلة. أيلة بالشام. أيلة الآن في حدود إسرائيل، ما بين إسرائيل والأردن المثلث اللي يقولون أنه مثلث ترتدي في السعودية وإسرائيل. لا ما أيوة. أباركه عدد النجوم تلد عليه أمته. وقد قيل له كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن لأحدكم خيل الغرة المحجلة بين خيل بلق وخيل دهن، بين خيل بلق وخيل دهن، أفلا يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الهبوب. الحديث وهل لكل نبي حوض؟
هذا محل نظر. ويحتاج إلى دليل يثبت. قوله إلا صالح فإن حوضه ضر ناقته. يقول المخلد لم أجد دليلا على هذه المسألة، وأرجو من أخي الكريم من أخي الكاري الكريم إن وجد شيئا حول هذا أن يرشدني إليه، وأقول لا أعرف في هذا شيئا. أي بالنسبة إلى أن حوض صالح ضرع نافته، والله تعالى أعلم. أما حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بالتواتر وقد جاء في الحديث، تردون عليه كأظمأ وارده وليختلجن رجال كأظمأ وارده وليردن علي رجال حتى إذا عرفتهم وهممت أن أناولهم اختلجوا دوني فأقول رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا منحرفين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا لمن بدل بعدي، قبل وفي رواية إنهم بدلوا بعدي. في رواية؟ لا قبل هذا. سحقا
فارقتهم لا وفي رواية إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ها؟ يقول إنهم يزال من حديثين على عقابي وفي رواية إنهم بدلوا بعدك. أيوة. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي.